بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف من ليلى عبد اللطيف ومن لف لفها وسار سيرها. لننتظر من الأيام القادمة أين زلزال الله سيحط في الوطن العربي. يقول معلمي هناك زلزال أقوى من زلزاله غزة بألف ألف مرة. انتظروا الحرب القادمة، نار حمراء ستحرق ما بناه الإنسان منذ 300 سنة، ستحرقه ربما في ساعات. سيناريو الحرب المقبلة حرب السفن والأساطيل، وسنشهد يوما أسودا في تاريخ البحار. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، نستكمل ما بدأناه فنقول وبالله التوفيق. فخد بالك بس، أنا بقف عندك عند حتة إيه؟ إحنا جيل ما بيتقشمرش، إحنا جيل لا يتقشمر زي ما بيقول لك أبو علي الشيباني. يعني إحنا جيل أحسن من الأجيال اللي فاتت كلها، ما بيضحكش عليه. ياريت والله، ياريت، نتمنى يكون كده. بس مش جيل يطلع يلعن في السابقين ويلعن في القادمين ويلعن في بعضه والدنيا بايظة، ما ينفعش. احنا عايزين جيل يتعلم الفهم والعقل والحكمة والبصيرة. رب العالمين قال كده، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أو أنت بتتكلم عايز تدعو إلى الله يا علوة أو يا فلان، أو كل دول بيقولوا أنهم بيدعوا إلى الله. طب وسيلة الدعوة إلى الله إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيه؟ على بصيرة. ده لازم يكون موجود، البصيرة لازم تكون موجودة. مش هحط نفسي في موقف وادور عن مخرج، أو أشوف حد يدور لي عن مخرج. ده مش منهج الرسول، ودي مش طريقة الرسول. الرسول كان في صلح الحديبية اللي هنقف عنده هنا مرة، كل الصحابة غضبانين وعايزين يعني بص غضب رهيب، والنبي صلى الله عليه وسلم عايزهم يرجعوا والناس مش عايزة ترجع. يقول للسيدة أم سلمة، هلك الناس مش عايزين يتحللوا من الإحرام ويرجعوا معي. فقالت له يا رسول الله، تحلل أنت من ملابس الإحرام وامضي، سيفعلون مثل ما تفعل. وفعلا النبي فعل كده وفعلوا مثله. النبي كان بروية، كان بيتعامل بعقله بروية وبصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلم الناس كلها الحكمة والفهم. وشوف موقف سيدنا عمر لما كان غضبان، وشوف موقف سيدنا أبو بكر لما كان برضو يعني كان ده ضد رغبتهم، لكن انصاعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده لا، في عيال صغيره طالعه، لو الناس الكبار تصرفوا بحكمه يقول لك لا 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 ده باع القضيه، لا لا ده كذا، لا ده كذا، ده تبع كذا، ده تبع كذا. العيال دي لو استمرت على كده والله الامه ما هتوصل لشيء، مش هتوصل لشيء. وانا ليه بتكلم عن علي؟ عشان ايه؟ عشان كده، لانه بيوجه الشباب لطريقه خطا، طريقة هترجعنا تاني إلى نقطة الصفر. الأمة عايزة تتقدم خطوة، كل دولة عربية عايزة تتقدم، المسلمين عايزين يتقدموا خطوة. كل ما تكسب شيء يرجع بك تاني خالص للأول إلى تفكير الإيه؟ التفكير الصبياني ده. فدي مشكلة. اسمع معايا أبو علي الشيباني ماذا يقول؟ الأيام القادمة حبلى، لننتظر تتغير أنظمة عربية لو ما اسمع، الأيام القادمات حبلى، حبلى يعني بالمصائب والكذا والكذا والكذا، زي ما بيقول غيره. اسمعوا عشان ايه؟ نسمعوا بعدين نتكلم في الآخر.
تتغير ننتظر موت الملك. اللهم صل على علي على محمد على الحسن العسكري على الإمام المهدي القائد والرب والقادم إليكم لترون شيئا عجيبا لم يعرفه أحد. لا تأخذه في الحق لومة لائم رجال يقودهم ذو بأس شديد. لننتظرهم الأيام القادمة أين زلزال الله سيحط في الوطن العربي. يقول معلمي هناك زلزال أقوى. اسمع معايا كده، يقول معلمي هناك زلزال أقوى من زلزال فلسطين 1000 مرة. مين اللي بيقول له؟ معلمه، وهو بيقول للناس، والشيخ أحمد بياخد منه أو من غيره بيقول للناس، والدكتورة ليلى عبد اللطيف نفس المصدر وتقول للناس وغيره، والصغار يأخذون ويقولون للناس، والناس تصدق، والناس تصدق. أدي المصدر بتاع الإيه؟ الحدث الكوني الرهيب القادم، صناعة إيرانية. الحدث الكوني الرهيب القادم ده صناعة وفكرة إيرانية أهو، على لسان أبي علي الشيباني. عن مين؟ عن معلمه اللي انتوا اكيد تعرفوه او ما تعرفوش. معلمه ده اسمع معايا وتابع. من زلزال غزة بـ1000 مرة انتظروا. شفت تاني بيقول ايه؟ اهو بعيد لك تاني، ان معلمه بيقول له ان هناك حدث رهيب خطير أكبر من مما حدث في غزة 1000 مرة. 1000 مرة انتظروا. عايزنا ننتظر معاه يعني. يعني كأن الانتظار ده مكتوب على الناس دي وهم عايزينه يتكتب على غيرهم برضو. الانتظار دايما انتظر. حدث هيحصل انتظر. فلان هيخرج انتظر. حياتهم كلها انتظار في انتظار. لا. النبي بيقول لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يدعونا للعمل والأمل وعدم انتظار أي شيء. افعل افعل، غير أنت، ابدأ بنفسك، والموعود يأتي وقت ما يأتي. الشيء اللي انت عارف انه عندك خبر انه قد يحدث وسيأتي، خلاص يأتي وقت ما يأتي، يأتي وقت ما يأتي. لكن انت عايش حياتك في رضا الله كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الشيخ أحمد الجهري ماذا قال، ثم نرجع لنعلق على قوله أيضا سريعا كده. الأمر عظيم جدا. ما سيحدث على مستوى العالم شيء رهيب، شيء عظيم. الحرب القادمة كما قلت، الحرب القادمة نار حمراء ستحرق أشياء كثيرة. ستحرق ما بناه الإنسان منذ 300 سنة. ستحرقه ربما في ساعات. سمعت معايا كلام الشيخ أحمد الجهري؟ الحرب القادمة نار حمراء ستحرق ما أنجزته البشرية في 300 سنة ترجع بها إلى الوراء. الحرب القادمة نار إيه؟ حمراء، بيقول الشيخ أحمد الجواري كده. واضح إن المعلم بتاع أبو علي الشيباني مش له تلميذ واحد هو أبو علي الشيباني، لا، ده له تلامذة كثر، قد يكون أحدهم الشيخ أحمد الإيه؟ الجواري وغيره، والدكتورة ليلى عبد اللطيف وغيرها. كل الكلام ده واضح إن مصدره المعلم بتاع أبو علي الشيباني. طب المعلم بتاع أبو علي الشيباني ده المصدرية بتاعته إيه؟ لا، ده المعلم ده كما يقول أبو علي الشيباني إن المعلم بتاعه ده هو الواسطة بين أبو علي الشيباني وبين المهدي المنتظر. يعني كأن المهدي بيقول للمعلم ده، والمعلم ده بيبلغ أبو علي الشيباني، وحبايبنا الباقين بياخدوا المعلومة يعني مسلم بيها وابدأوا ينشروها للناس. ومن يستحي منهم يقول أنا أتوقع الأيام القادمة هيحصل كذا وكذا وكذا، وأحداث كونية رهيبة هتعمل وهتغير الموازين وهتقلب الأمور، ولا لا لا انتظروا كده. دي اللغة اللي انتوا بتسمعوها وتتلهفوا على سماعها. أدي المصدر بتاعها.
فخدوا بالكم. تعالوا نشوف الدكتورة ليلى عبد اللطيف ماذا قالت أيضا. أرى أن سيناريو الحرب المقبلة على المنطقة ستتحول إلى قلب البحر وتصبح حرب السفن والأساطيل، وسنشهد يوما أسودا في تاريخ البحار. واخد بالك؟ واخد بالك؟ أبو علي الشيباني قال الأيام القادمات هيحصل حدث أكبر من اللي حدث في غزة 1000 مرة. الشيخ أحمد الجوهري قال انتظروا حربا هي نار حمراء. ليلى عبد اللطيف تقول انتظروا يوما أسودا. أهو يوما أسودا إيه؟ في إيه؟ بالظبط. أرى أن سيناريو الحرب المقبل يوما أسودا في تاريخ البحار. أهو أرى انتظروا يوما أسودا في تاريخ البحار. دي ليلى عبد اللطيف. يبقى أحمد الجوهري قال نار حمراء، ليلى عبد اللطيف قالت يوما أسودا في تاريخ البحار، أبو علي الشيباني قال حدث أكبر مما حدث في غزة 1000 مرة. اللغة واحدة. نقلا عن مين؟ هم نقلوا عن مين؟ عن المعلم بتاع أبو علي الشيباني. طب المعلم بتاع أبو علي الشيباني من أين يأتي بمعلوماته؟ من المهدي المنتظر. نقلا عن المهدي المنتظر. معايا؟ هم معتقدين كده، هم عايشين في كده، وانتوا بتصدقوا وبتتلهفوا على ايه؟ تلك الاخبار. يا اخوانا لا يعلم الغيب الا الله، انتبهوا، صدقوا الله وصدقوا رسول الله. عندكم القرآن الكريم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، القرآن وفصل ما بينكم. القرآن الكريم اقرأوا وآمن بيه، آمن بيه بصدق، آمن بيه بصدق. مش انت تكون مؤمن دي بالقرآن وبعدين لما واحد يقول لك كلام اي كلام تروح تسمعه وكأن القرآن يعني ده بنقرأه كده للبركة وخلاص. لا، القرآن ده ايمان وتصديق كلام رب العالمين. معايا؟ فيرحمكم الله، افيقوا 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 يرحمكم الله. كل واحد بياخد الناس شوية، اللي بياخدهم لنبوءة حرب قادمة ستكون نار حمراء، واللي بياخدهم ليه هتحصل أكبر من ما حدث في غزة 1000 مرة معلمه بيقوله، واللي بتقول لك سنشهد يوما أسودا في تاريخ البحار في الحرب القادمة، واللي بيقول لك العنف 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 زي علوة، وكل واحد له لغة. وانتوا بتمشوا ورا ده ورا ده ورا ده، امشوا ورا الرسول، جربوا السير وراء الرسول، جربوا السير وراء العلماء الصحيحين الطبيعيين، العلماء اللي مش ليهم أغراض كده ولا كده، العلماء العلماء اللي بيعمروا المساجد هنا وهنا وهنا، الناس اللي درست شريعة ودرست تفسير وأصول فقه وعلوم شريعة وحديث وأصول، كل ده العلماء دول اللي أفنوا حياتهم في علم الله وعلم رسول الله، يخدمون القرآن وسنة رسول الله. انتوا رامينهم ورا ظهركم وبتمشوا ورا ناس لو شفنا اللغة بتاعتهم أنا ممكن أطلع لك كلامهم كله غلط من البناء اللغوي أصلا، وإذا فسد المبنى فسد المعنى. يعني أنا ممكن أطلع لك الشيخ أحمد الجوهري، بس أنا محبش أقف عند الأشياء اللي يعني اللي لا تهم الناس دي، لكن الشيخ أحمد الجوهري في الحلقة دي شوف أخطاؤه كام خطأ، كام خطأ في مبنى النطق فقط، في مبنى النطق. واللي ما يعرفش يضبط المبنى للكلام ما يعرفش يضبط المعنى. ما هو المعنى مأخوذ من البناء اللغوي السليم الصحيح، وغيره وغيره وغيره. وأبو علي الشيباني ده بيهرس في الكلام هرس، أنا معرفش إزاي بيقولوا إن ده عنده نبوءات والناس للأسف للأسف جعلوا الناس سطحيين جدا جدا جدا، جعلوا الناس بتاخد الدين بالشبر وبالمنظر وبالحماس، ولو واحد طلع عيط لهم هيأمنوا بيه ويثقوا فيه أكتر من إيمانهم بالرسول وثقتهم في الرسول. عشان كده بعض أصحاب القنوات كانوا بيشترطوا، القنوات التلفزيونية والبرامج كانوا بيشترطوا على بعض الشيوخ، حكي لي ذلك وسمعت ذلك، اشترطوا عليهم إنه هو بيدعو كده يعيط يعيط للناس لأن ده مهم عشان ده بيأتي مشاهدات. تخيل تخيل لأي درجة. ليه؟ عارف ليه؟ لأن الجمهور سطحي بيتأثر بالأمور دي، بيتأثر بالكلام ده.
سهل جدا واحد يطلع يتكلم لك عن قضية غزة و و و و يلهب عواطف الناس وهو بعد ما يخلص ولا له دعوة بغزة، حياته شيء تاني خالص. إخوانا، أنا عن نفسي والله عاهدت الله أن أكون صادقا مع نفسي ومع من يسمعون، مع نفسي ومع من يسمعون. لذلك عمري ما هأجامل وعمري ما هأغازل الجمهور، أنا أحب الجمهور لوجه الله على الحق، لكن إن أرادوا مني أن أقول شيء غير اللي بداخلي مستحيل، فليغضب الجميع. المهم رضا الله، بكل أدب، بكل أدب وحب واحترام. أنا عمري ما كرهت حد ممن أنتقدهم أو أخالفهم أو يخالفوني، أو حتى يعني ليا حلقة هتكلم فيها على الموضوع ده وأبسطه بسطا جيدا. المهم عرفت المصادر إمتى، المصادر دي بتأتي منين. عرفت دكتورة ليلى عبد اللطيف، الشيخ أحمد الجهري، أبو علي الشيباني، مصادرهم مين؟ المعلم بتاع أبو علي الشيباني، والمعلم ده بيأتي مين؟ من عند المهدي المنتظر. طب فين المهدي المنتظر؟ الله أعلم. طب المعلم ده بيلتقي بيه فين وبيأتي بيه المعلومات منين؟ الله أعلم. قطع وخلاص، اسمع الكلام وخلاص. لو أنت عاجبك كده روح اسمع الكلام ده. نسأل الله الهداية لنا جميعا وأن يهدي الجميع، وأنا أحب الجميع وأحترم الجميع، لكن أخالف الفكر الذي أراه خطأ. الفكر الذي أراه خطأ لا يمر علي، أقف عنده وأشير إلى الخطأ فيه. نسأل الله أن يهدينا لأرشد أمرنا، اللهم آمين، وأن يجنبنا الزلل، اللهم آمين، وأن يجعلنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نريد غيره، غير طريقه طريقا أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يهدينا لأرشد أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.